وياك. نص صوتك جيران جيران. هاي شنو شو نام هذا؟ ها شنو ايش؟ نص صوتك نص صوتك بنزحم عليك شويه اخنس السالفه. وسن وسن بس يقعد شويه لبن وشويه عليه ملح زايد. اذا قعد كون شنو ايش باقي عندكم اكل؟ انعم الله ماكو مشكله. عروق باذنجان ما يقول لا. تمام يا بتر هذا بس اذا بقى للصبح لا حد يقعده تطفون الضوء. شنو وانت هل ده تحكي؟ تسمح حلقك يا سمح حلقك ده احكي سمح حلقك محمد ابو هرجان نايم يا ابو اختك اختك منو ترى بيتنا هذا تحكي لك بسكوت شوي بدي اقول لك اخنس طب بغرفك وش صار عيني عيني اخذي رجلك وروحي مفتاح يرتاح اكثر يلا تفضلي اي هيك حكي اي يلا يلا اقول لك ها من فتحت الباب اي قلت لك يريد يرتاح يمكم شويه انت قلت لي مو قلت لي تفضلوا قلت له ما قلت قلت له لا قلت له ما قلت قلت له ما قلت احكي قلت قلت بس بعد شنو ليش تقلبون ليش تقلبون شنو من هبوط ضغطني يابا اخذ رجلك وصعدي شعدي ردها مال طوارئ شنو 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 منو قوم قوم لا قوم قوم قول لي بعد تعالي طب البيت هو قوم يعني المريض يقعدوا يلا منك سوينا نروح للباطنيه يلا عاد ولوا يلا شوف شوف خليها محلك تعيب علينا امشي ما عاد امشي امشي اني بعد اطب بيتكم هذا اني امشي شلون شلون جار يمشي امشي اخويا امشي امشي